يحاول يدخل كتاب جينيس للأرقام القياسية مع أكبر كمية أكل على الإفطار. بالراحة يا سعيد على جدر الهريس وتشوف السمن يسبح فيها سباحة. الهريس هو من أطيب أكلاتنا الشعبية وله دور مميز على المائدة في رمضان وإضافة إلى طعم اللذيذ يعطي الصائم دفعة من الطاقة والعناصر الغذائية. يعني كل 100 جرام يسعيد يعطيك حوالي 325 سعرة حرارية. أوه. وفي حديد وفوسفور وكالسيوم وفيتامين ألف، وهو طبعاً غني بالكربوهيدرات الجاية من القمح والبروتين الجاي من اللحم. وكل ما زاد اللحم في الهريس كل ما ارتفعت قيمته الغذائية. على عكس ما البعض يفكرون، كمية الألياف قليلة في الهريس لأن حبوب القمح منزوعة القشرة، وكثرة نقعها في الماء قبل الطبخ ممكن يخسرها بعض الفيتامينات والمعادن. لكن أكيد تعرف مشكلة الهريس الأساسية يا سعيد، وهي كثرة الدهون. الهريس يقدر يكون طبق صحي أكثر عبر إزالة الشحوم من اللحم قبل طبخه، وأكيد تقليل استخدام السمن، وممكن الاكتفاء بمسح السمن على سطح الطبق عشان يعطي طعم لذيذ ودهون أقل. بارك عليكم الشهر، عساكم دوم صحة وسعادة.